لكن صحف جنوب افريقيا ومواقعها من اول ما بدات ريحه التفاوض تبان كان الاهتمام واضح. طبعا اهتمام بالنسبه لهم صن داونز نادي كبير، موسيماني اسم كبير، النادي الاهلي نادي عملاق القاهره، هم كلهم بيتكلموا عنه باحترام شديد. فلما يحدث هذا التفاوض هتلاقي ده صداه موجود في الاعلام الرياضي بجنوب افريقيا. صحيفه كيك اوف قالت موسيماني يقبل عرض الاهلي، وقالت كمان موتسيبي يدعو لاجتماع طارق، ده اللي هو رئيس نادي صن داونز، ورجعت قالت موسيماني يستدرج سيرينو للاهلي، ثم تحدثت عن راتب بيتسو المذهل الجديد في الاهلي. صحيفه ذا ستار قالت الالم والحزن يسيطر على ماميلودي صن داونز بعد رحيل بيتسو موسيماني، بقول لكم الخبر هزيزهم قوي. وقالت ذا ستار ايضا الاهلي الوجهه المرجحه بعد خروج بيتسو موسيماني من صن داونز. صحيفه سيتيزن قالت انضمام موسيماني الى الاهلي صفقه ضخمه. تايمز لايف قالت باتريس موتسيبي يقبل استقاله بيتسو موسيماني من ماميلودي صن داونز. طيب موسيماني اضطر ان هو يتحدث ويطلع بيان ويقول لهم ايه اللي حصل امبارح. فاصدر بيتسو موسيماني المدير الفني لماميلودي صن داونز بيانا رسميا ودع من خلاله جماهير فريقي بعد ان استقر على الاستقاله من منصبه. قال في بيانه بمشاعر الحزن والالم اعلن رحيلي عن صن داونز بعد ارتباط دام 8 اعوام. صن داونز بمثابه عائلتي، والدكتور باتريس موتسيمبي اللي هو رئيس النادي بمثابه والدي، انه صديق عزيز بعد تحقيق الدوري وشخص عاطفي جدا، ولم اكن افكر يوما في مغادره صن داونز. وقال بعد تحقيق الدوري 5 مرات مع صن داونز وتحقيق العديد من الالقاب اوجه رسالتي للجماهير بان رحيلي اصبح واقعا بعدما نجحت في حصد كل شيء والتاهل لبطوله كاس العالم للانديه والفوز بدوري ابطال افريقيا 2016. ده بيان موسيماني. بيان موسيماني ده بيوضح يعني نجاحه وبيوضح علاقته بالنادي في احترام. يعلن الخبر رسميا من هنا. لكن ايضا لما تشوف بيان رئيس النادي بيان رئيس النادي بيقول جاء لنا باتريس موتسيبي. باتريس موتسيبي اسمه. بيقول لك جاء لنا بيتسو موسيماني ووكيله وزوجته ليطلعني على المناقشات بينه وبين احد الانديه الكبرى المصريه. واضاف كان صن داونز قد علم بالمناقشه الجاريه بين بيتسو والنادي المصري وانديه اخرى في شمال افريقيا، ولقد عبرت في عده مناسبات، دي اهم حاجه، خلال السنوات الماضيه عن دعمي لبيتسو في حاله رغبته في الرحيل الى التدريب في شمال افريقيا او اوروبا او منتخب جنوب افريقيا. ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا وفي الاخر بيختم انا فخور جدا بانجازات بيتسو مع صن داونز، كان انجح مدرب في تاريخ النادي وسيظل دائما عضوا في عائلتنا، اتمنى له التوفيق وعائلته. تشعر بتجربه تماثل تجربه مالو جوسيه مع النادي الاهلي هناك في تجربه موسيماني مع صن داونز. نجاح حقق كل البطولات اللي ممكن يحققها مع هذا النادي. عمل الثلاثيه معاه. خد كمان افضل مدرب 16 17 في افريقيا. ايوه. هو يعني اذا هو اختيار مش من المجهول. يعني اذا كان على السي في الافريقي سي في مقنع. الافريقي طبعا سي في مقنع. في التوقيت ده ان يمشي من عندك مدرب امبارح كان واقف في ماتش الترسانه، بكره يبقى في مدرب جديد يقود التدريب. ده يعني قمه الاحترافيه. يبقى انت ما سبتش كرسي المدرب فاضي ساعات. انت مش سايب حاجه، والمعايير اللي حطيتها ان ما يحصلش هزه في النص. بالظبط بالظبط. انت عايز الـ 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 الموضوع يمشي فيه سلاسه. الترشيح ده بيحقق لك السلاسه، هيحقق لك النجاح. هننتظر ونحكم برضه، عشان احنا اذا كنا بنطالب الناس ما تهاجموش برضه احنا بنقول ايه؟ اخذنا بالاسباب. ايوه. درسنا صح. اخترنا بما يناسب اللحظه، هو انسب اختيار لهذه اللحظه وفي هذا الظرف باذن الله. الشغف الذي لديه
وشخصيته القوية تقدر تخليه يقود مجموعة بحجم نجوم النادي الأهلي على قدر طموح جمهور زي جمهور النادي الأهلي. تمام. كان واضح اهتمام الأشقاء في المغرب بالتفاوض للأهلي مع موسيماني، حتى في صحافة في جنوب أفريقيا في بعض الصحف قالت موسيماني خرج من صن داونز متجها إلى الأهلي أو الوداد. يعني واضح حتى كلام رئيس نادي صن داونز قال لك كنا عارفين ان عنده عرض من احد الانديه المصريه الكبرى في الاشاره الهلالي واحد الانديه في شمال افريقيا ايضا، فواضح انه كان مطلوب. عشان كده الصحف المغربيه احنا الاهلي ينتظروا لقاء الوداد، الزمالك ينتظروا لقاء الرجاء، فبالتالي فيه اهتمام وفيه تركيز جامد جدا مع الشان الكروي المصري بالتحديد. صحيفه البطوله المغربيه قالت صن داونز يقدم الشكر لمدربه بيتسو موسيماني، وموقع 360 المغربي قالت موسيماني يواجه الوداد في نصف نهائي دوري الابطال. بعد التعاقد والاعلان بقى، بعد ما النادي الاهلي اعلن رسميا صباح اليوم التعاقد مع موسيماني، صحف جنوب افريقيا اهتمت كتير جدا بهذا الخبر. صحيفه كيك اوف احدى الصحف الكبرى هناك، الاهلي يؤكد تعيين بيتسو. وصحيفه سيتيزن قالت اي لاعبين يمكن ان ياخذهم بيتسو من صن داونز الى القاهره. نقف هنا لحظه. ما هو بيتسو مش بيشتغل في سوبر ماركت. يعني وانا ماشي كده طب والنبي اديني كرتونتين ده وكرتونتين من ده، ده بيشتغل في نادي، هذا النادي له اهداف وعنده ارتباطات وعنده لعيبه، لكن مؤكد ان في لعيبه لو هو محقق نفس العلاقه ونفس النجاح يهمها تكون موجوده معاه، لو طلبها ممكن ترحب. فمش عايزين برضو نربط قوي نجاح موسيماني او قيمه انك تجيب موسيماني بهو هيجيب مين معاه. يا يجي يا ما يجيش، لان احنا برضو احنا كنادي اهلي لينا رؤيه فنيه. صحيح صحيح. فالمساله هتدرس بعنايه ايضا، واذا كان هناك مصلحه في ان حد يجي ويقدر وجود موسيماني يذلل هذه الصفقه هتبقى حاجه كويسه، لكن صحيح. مش عايزين نربط، مش شرط، مش جاي يفيدوا لعيبه. مش جاي يفيدوا لعيبه. موقع البطوله المغربي قال رسميا بيتسو موسيماني يتولى تدريب الاهلي المصري لموسمين ويقوده في مواجهه الوداد. موقع يلا كوره رسميا موسيماني مدربا للاهلي بدلا من فايلر، وقال كمان بينهم سيرينو ومدافع صفقات قد يضمها موسيماني بعد تدريب الاهلي. انا عايشه في سكه التكهنات اللي بتتقال هنا بالظبط. موقع في الجول رسميا الاهلي يعلن موسيماني مدربا للفريق والجهاز المعاون، وقال كمان توافق مبدئي بين الاهلي وصن داونز. ما تيجي نتكلم لحظه على الجهاز المعاون برضه يا استاذ ابراهيم. اتفضل. لان دي تجربه جديده برضه تشعر ان النادي الاهلي كان عايز يحقق اكبر قدر من الاستقرار، ان الجهاز ما يتهزش اللي مع اللعيبه. فاحتفظت بمدير الكوره، احتفظت بالمدرب سامي قمصان، احتفظت بمدرب حراس المرمى، ودي جديده. أيوة. ان يكون عندك مدرب اجنبي يحقق نجاح، الرغبه متبادله، هو عايز يقعد وانت مقتنع انه يقعد. فانت كده حققت 75%، لا هنقول 50%، 50% من استقرار الفريق الفني. يجي موسيماني باذن الله يكمل هذا الامر، ودي نقطه جديده بس حبيت انوه عليها يعني. طيب اليوم السابع قال الاهلي يعلن رسميا تعيين موسيماني مديرا فنيا خلفا لفايلر، وصدى البلد قال برضه رسميا الاهلي ينهي تعاقد فايلر وموسيماني مديرا فنيا لموسيمين. في صدى البلد نقلوا عن سيف زاهر كلامه تعاقد الاهلي مع موسيماني ضربة معلم. طيب نقف بقى عند الكابتن طارق يحيى، لان فيها نقطه تتعلق بالنواحي الفنيه والنواحي الاصوليه. كابتن طارق يحيى نقلت عنه الشروق او موقع الشروق، قال لك ما ينفعش نجيب مدرب من افريقيا، ده في تعليقه على موسيماني والاهلي، وقال ده في تصريحات لام بي سي مصر مع زميل مهيب عبد الهادي. قال موسيماني يمتلك سيرة ذاتية ممتازة جدا، لكن ما ينفعش نجيب مدرب من أفريقيا لأن عندنا هنا في مصر. وقال الوداد هو من سيحصل على اللقب هذا العام، يعني خسر الأهلي البطولة
خسر الاهلي قبل البطوله قبل ما يجي، واتم الوداد اعطى اعلى فنيا من الاهلي، ودي تصريحات منسوبه اليه، يقصد طارق يحيى ان الكلام ده قاله من قبل موسيماني او الصق على لسان موسيماني.